يوم جديد إن شاء الله، يبقى يوم مليان نشاط، يوم صحتنا فيه أفضل، وإن شاء الله يعني عمر مديد، لأنه دايما الصحة الكويسة اللي بتبقى بسبب أكل صحي، رياضة طول الوقت، الحاجات دي بيقال يعني إن هي بتطول العمر، بيقال لأنه طبعا يعني لكل أجل كتاب معروف، ده ما فيهوش جدال، لكن إنك تعيش بصحة أحسن. يعني دايما بيتقال كده إنك ممكن توصل للـ80 للـ90 تبقى صحتك حلوة، ممكن توصل لنفس السن ده بس تبقى طريح الفراش ومن مستشفى لمستشفى، فإن أنت تحافظ على صحتك ده بيخلي شيخوختك أفضل ونشاطها أحسن. وإنما في تقرير اتنشر في شبكة CNBC اتكلم عن جزيرة اسمها جزيرة سردينيا في إيطاليا. الجزيرة دي بتعتبر واحدة من المناطق الزرقاء الخمسة في العالم، في 5 مناطق كده بيقال انه هي المناطق اللي سكانها هم الأكثر صحة في العالم. مثلا في جزيرة في اليابان يقال ان دي السيدات اللي بيعيشوا فيها هم الأطول عمرا، في جزيرة تانية في اليونان انه الناس اللي عايشين فيها هم المصابين بالأمراض المزمنة منخفضة أعدادهم تماما وعدد الأمراض قليل جدا جدا وهكذا. الجزيرة اللي بنتكلم عنها النهاردة في إيطاليا واحدة من المناطق الزرقاء دي في العالم، فيها عدد كبير جدا من الأشخاص، لكن عمر الشخص فيهم بيوصل لـ100 سنة وأحيانا أكتر من 100 سنة. تقرير اتكلم إنه السر في العمر الطويل ده هو الأكل اللي بياكلوه، وإنه الأكل ده دور مهم جدا في إنه يطول العمر. ودايما كده نسمع بقى الاكل الاورجانيك وانك ما تاكلش حاجات مصنعه، ونقعد نقول على اهالينا زمان دول كانوا بياكلوا اكل مزروع ياخدوه من الارض على طول، والكلام ده طلع ده فعلا حقيقي وطلع بيطول العمر، ربنا يديكم الصحه يا رب. بس انا عندي تساؤل، بياكلوا ايه اسماء بجد خليهم يعيشوا 100 سنه واكتر؟ هنقول لك حالا وهنقول لحضراتكم بياكلوا ايه، بس انا عايزه اسالك، انت تحبي يعني ربنا يديكم طبعا كلكم وطول عمركم 100 سنه؟ تحبي تعيشي 100 سنه؟ هي الكونسيبت نفسه في كده، انت تحبي تعيشي 100 سنه؟ لو هعيش مع الناس اللي بحبهم واولادي وحبايبي وكلنا ومحدش يفقد حد، اعيش 100 سنة. يعني انما مشكله العمر الطويل فعلا انك في السكه بتفقد ناس بتحبهم، وضع طبيعي، هي دي سنه الحياه، يحصل في قلبك ده فبتبقى صعبه جدا. بس المهم يعني للي عايز يعيش يعني 100 سنه ربنا يدي حضراتكم طولة العمر والصحة. التقرير نفسه قال ان احنا مش محتاجين ان احنا كلنا نروح نعيش في ايطاليا ولا زي ما هي قالت في احدى المناطق الخمسة دي، لكن احنا محتاجين ان احنا نعرف هم بياكلوا ايه. هم بياكلوا حاجات لطيفة جدا. ايه بقى قائمة الاغذية؟ قائمة الاغذية انهم بيقللوا جدا جدا من اللحوم، وان هم بياكلوا خضروات كتير، وان هم بيزرعوا زي اي ما كانت لسه بتقول ان هم اجدادنا كانوا بياكلوا اللي بيزرعوه، ونقول عشان كده صحتهم كانوا احسن. هم بيعملوا كده لغايه النهارده، ان هم بيزرعوا جزء كبير جدا من الخضروات اللي هم بياكلوها علشان تكون خاليه من المبيدات ومن الهرمونات، وبيتناولوا دايما الخضار والسلطات والفول والحمص والطماطم والحاجات دي كلها. كمان حاجه غريبه جدا، بيشربوا الشاي باللبن. يعني بيقولوا ان الشاي باللبن دي من الحاجات بيعتقدوا ان هي بتنظف الكبد، يعني دي اول مره اسمع المعلومه دي. بتاع الناس الطيبين الشاي باللبن، مش ممكن حد شرير يبقى بيشرب شاي باللبن، صح؟ بس كلنا احنا صغيرين عشان كده كنا طيبين، لان يعني كانت دي الفطار بتاعنا لازم معاه كوبايه الشاي باللبن، فهم بيشربوا شاي باللبن على طول. وكمان انهم بيبقوا حريصين بشكل كبير جدا ان هم ما ياكلوش الجانك فود زي ما انت قلتي بالظبط يا ايه، ان هم ما ياكلوش بره البيت. احنا بنستسهل دلوقتي وحياه ناس كتير جدا جدا بياكلوا حاجات كتير جدا من بره، لا هم ما بياكلوش من بره خالص، هم بياكلوا على طول من البيت، بجانب بقى الحركه والنشاط اليومي اللي احنا بنتكلم فيه دايما وبناكد على حضراتكم، ولو 30 دقيقه زي ما كنا بنتكلم امبارح مشي سريع، ده تقدر يخليك ان انت لو عملت كل الحاجات دي ربنا يديكوا طول العمر والصحه، تعيشوا 100 سنه. واهم من ان انت تعيش 100 سنه ان انت تعيش 100 سنه بصحه وسعاده بالتأكيد.